بجد التحيه ليك كابتن اسامه ولضيوفك الكبار كابتن حشيش والكابتن بلال وطبعا والكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، معي النجم من نجوم النادي الاهلي طبعا كابتن شادي رضوان، تحياتي كابتن اسامه حسني ليك، تحياتي كابتن بلال، تحياتي كابتن حشيش، اتكلموا عليك كويس والف مليون سلامه، طمني على نفسك الاول. والله طبعا في البدايه برحب بكابتن اسامه وكابتن حشيش وكابتن احمد بلال، الحمد لله طبعا يعني البرنامج بتاعي ماشي كويس وقدامي كده ان شاء الله 3 اسابيع او شهر، الحمد لله انا ماشي بفتره التعيين مع الدرجه الاولى يعني. 8 اهداف ما شاء الله، نمسك الخشب يمكن هداف، لا بتلعب طرف يمين او طرف شمال، بتعرف تجيب جول، واللاعب الطرف ما يعرف يجيب جول يبقى عمر النادي الفتره القادمه يعني. والله طبعا الواحد يعني بيحاول ان هو يركز ويموت نفسه على قد ما يقدر يعني، وفي الاخر طبعا ده بتبقى حاجه من عند ربنا، قصه الاهداف دي او قصه ان انت تهدف كل ماتش دي بتاعت ربنا يعني، الحمد لله طبعا. قول لي يا شادي بقى، اذاعه المباريات بتعمل عليكم فعلا ضغط، يمكن المباراه اللي فاتت كسبتوا 1-0، مباراة كانت مذاعة، انتوا بتحسوا كلاعيبة وانتوا المباراة مذاعة على الهوا بتتعودوا الأجواء القوية ديت والمباراة مذاعة والجميع بتتفرج عليكم بتحطوكوا تحت ضغوط، شايف القصة دي ازاي؟ طبعا يعني بالنسبة ان هي تكون أول مباراة تذاع لفرقة 2001 لايف بتبقى طبعا اللاعيبة محتاجة ان هي تثبت للجمهور ان هي قد التيشيرت وقد المسؤولية ان هي تلعب في النادي الأهلي، فبتبقى في شوية ضغوط طبعا، بس مع الوقت ومع الماتشات كترة الماتشات اللي بتتذاع يعني الرهبة دي بتروح طبعا. شوف بقى تخيل لعيب بيلعب في مواليد 2001 مباراته بتتزع على الهواء والجميع بتتفرج عليه، الناس بتعرفه في الشارع، جماهير الاهلاويه وما اقصرهم جماهير الاهلاويه، مره مع مره تلاقي نفسك بقيت في فريق الشباب، لقيت نفسك في فريق الاول، واخد على الضغوط، واخد على الاذاعه، خلاص الرهبه هتروح. مظبوط. طبعا ما انا قلت لحضرتك كتره الماتشات اللي بتتزع للعيبه طبعا الضغوط بتبدا تنزل من عليه ان هو خلاص مش محتاج يثبت حاجه للجمهور او للناس يعني عموما، فبتبدا الرهبه تروح يعني مع الوقت. قول لي بقى النهارده مباراه الاهلي وبيراميدز، بقى الاهلي في الصداره كالعاده، نمسك الخشب طبعا، مباراه بيراميدز مباراه قويه، المباراه الاولانيه كان 3-2 للنادي الاهلي، شايف هذه المباراه ازاي؟ طبعا المباراه دي بقت يعني مباراه بيراميدز دي بقت قمه تقريبا، بقت الناس تستنى واللعيبه طبعا بتبقى حابه الاجواء اللي بتبقى موجوده في الماتش ده يعني او المباراه دي، فالواحد طبعا كان نفسه ان هو يبقى موجود في الماتش ده، بس طبعا بالتوفيق طبعا لكل اللعيبه اللي هتشارك النهارده ان شاء الله، ونقدر نخرج بال3 بونت وباداء محترم ان شاء الله. بالتوفيق وباذن الله ترجع بألف مليون سلامه ان شاء الله. شكرا. شكرا يا كابتن اسامه. ما زلت اكرر، مباراه الاهلي وبيراميدز، الاهلي في الصداره في المركز الاول وبيراميدز في الرصيد 11 في المركز ال11، عوده ليك من جديد، اتفضل. شكرا لمراسلنا شريف شعبان دايما اللي